هكذا تتواصل الأثار ويتجدد اللقاء بحضراتكم في أشواط صباح هذا اليوم، عاشر أشواط هذه الفترة الصباحية. ينطلق حامل الجعدان الفطامين في 1500 متر مباشرة إلى المراكز الأولى وإلى الانطلاق الأول مع تنافس الجعدان الثلاثي اللي بدأ من البداية في هذا المسار يتقدم ويقود المشاركين، وهذا هو هذا اللي هو الحنيش لسلطان بن سالم بن عبد الله الطوقي الذي ينطلق بالمركز الأول، بينما المركز الثاني يتقدم في ثاني المراكز، وهذا الرند ريسنج الذي ينطلق، وحمود بن سليمان بن حمد القعنوني الذي ينطلق في المركز الثاني. المركز الثالث عندك يا المغيري اللي هو السبع تعود ملكية السعيد بن عامر بن سالم المغيري في المركز الثالث. المركز الرابع أشوف الدخول من قبل شاهين لسعيد بن علي بن حميدي الوهيبي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس الحذر لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه الخمس المراكز دعناها إلى حضراتكم، نتقدم نعود إلى المركز الأول، وهذا مسيطر الحنيش لسلطان بن سالم بن عبد الله الطوقي الذي ينطلق على المركز على المركز الأول، مسيطر على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني يأتي فيه السبع سعيد بن عامر المغيري ينطلق على المركز الأول على الانطلاق الأول، والمركز الثالث يتقدم في ريسنج حمود بن سليمان بن حمد القنوني الذي ينطلق في هذه اللحظات. راح المغيري، راح سعيد بن عامر المغيري على الناموس، أهدى أهالي بدية في المنطقة الشرقية في السلطنة، ينطلق بهذا الاندفاع. تهانينا مع السبع لسعيد بن عامر بن سالم المغيري، يعلن الفوز الناموس المركز الثاني. اللي وصل في المركز الثاني ريسنج حمود بن سليمان بن حمد القعنوني، والمركز الثالث اللي تقدم في المركز الثالث اللي هو لطيف لصقر بن محمد بن ياسر العامري. هذه النتيجة، التوقيت الزمني دقيقتين 21 أو دقيقتين وثمان، عفوا دقيقتين وثمان، دقيقتين وثمان ثواني. تهانينا، يستحق الفوز وناموس في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع. تهانينا لجميع الأخوة الفائزين.